الكل قرر على شهر ابريل قبل نهايه السنه راح نفتتح مركز للمساعده النفسيه. الشهيد زين عاشور نعتقد بانها اضافه لفائده الطلبه، لفائده العمال، لفائده الجامعه والاساتذه، لانه هناك مصالح مرافقه للعمل البيداغوجي على راسها وحده الطب الوقائي، لانه في ظل هذا العدد الكبير اللي راه موجود تاع الطلبه لازمنا على الاقل نديروا احتياطاتنا الصحيه الوقائيه في اول اتصال مباشر ما بين الفريق الطبي وما بين الطلبه. هذه في حقها ماهوش مستشفى، ماهوش عياده، لكن التسميه القانونيه نتاعها هي وحده الطب الوقائي، معناها وقايه من كل ربما الامراض. انا نشوف الساحه الان الامراض هذه اللي ان شاء الله نطلب من الطاقم الطبي على راسه الاستاذ كاس وطبيب كاس، طبيب الاصابه، طبيب اطعيبه، انهم يقدمون مجهوداتهم في ايام تحسيسيه، ايام دراسيه، ايام توعويه لفائده الطلبه. وحنا كإدارة إن شاء الله سيجدون كل الدعم من كل النقائص الموجودة سواء على مستوى التجهيزات أو الإعانات المالية الأخرى، وإن شاء الله ثاني السادة العمداء أهمنا أنهم ينظموا أيام دراسية بخصوص الفيروس الكورونا بالتنسيق مع وحدة الطب الوقائي. الفازيون الثاني حنا نقوم بتسجيل عملية مركزية على مستوى وزارة التعليم العالي، هي تجهيز جديد إضافي لغير هذا التجهيز، أنه تجهيز قاعة للوحدة تقريبا كل التجهيزات توصل ربما المبلغ إلى حوالي 400 مليون سنتيم. معناها في هذه الحالة إن شاء الله ربما لنهاية السنة يجينا التجهيز هذا، ربما نضيف وندعم هذه الوحدة التجهيز والباقي من تجهيز آخر ربما نفتحوا به الفونتين تاعنا الآخر إن شاء الله في القطب في نفس العام. 40,000 مع 700 عامل مع 1000 استاذ، تقريبا هذه مدينه جامعيه باتم معنى الكلمه، وتحتاج منا تاطير كبير وتحتاج منا تجهيز كبير. ان شاء الله ثاني ان شاء الله بارك الله فيك. وزاره العدل مع المحاكم المجالس قد تاسفين ان شاء الله بارك الله اليوم تشرفنا بافتتاح عيادة لأطب الوقائي في جامعة زيان عاشور. هذه الجامعة التي تحوي على 40,000 طالب مما يجعلها من صفاف كبريات الجامعات في الجزائر. طبعا نحن نعمل على شيئين، الجانب الأول هو الجانب الوقائي وهو الجانب المهم في العملية، الوقاية من كثير من الأمراض التي تصيب التجمعات الكبيرة، متابعة تلقيح تلقيحات الأمراض المعدية، كذلك الأمراض التي نعيشها الآن مرض الكورونا اللي أصبح وباء عالمي. فنحن نعمل على توصيل المعلومة الطبية الصحيحة السليمة للطالب الجامعي. تم افتتاح الوحدة، وحدة الطب الوقائي، التي يعني هذه الكلمة أريد أن أركز عليها كثيرا، أرجو أن تكون لبنة في ثقافة التغيير في مسألة فيما يخص مسألة الطب الوقائي والتحسيس. دائما لما نسمع حملة تحسيسية الكل غير معني، دائما انا غير معني غير معني، لماذا؟ لان نمشوا بالعقليه الجماعيه اللي تقول نستناو حتى تطفر حتى تصل الحاجه الغير مرغوب فيها باه نبداو نجروا ونروحوا. لماذا لا احمي نفسي؟ لماذا لا اقي نفسي؟